السلام عليكم خوتي اخواتاتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. عيد مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. فبالنسبة للدنيا باطمة مع الأسف الشديد، ما قدراش تحصل على العفو الملكي كيف ما كانت كتنتظر هي وباقي العائلة والجمهور ديالها وبزاف ديال الناس. فاش غادي نقول لكم، يعني كتبقى صدمة بالنسبة ليها وبالنسبة للعائلة ديالها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فإلا مكتاب ليها تخرج راه غادي تخرج، مكتاب ليها تدوز العقوبة السجنية ديالها كاملة، فراه غدوزها بحالها بحال باقي المغاربة وباقي البشر اللي كيتسجنوا، في دوز العقوبة ديالها ومن بعد كيخرجوا. فواحد الأخت نشرات واحد ستوري اللي كتبات فيه: للأسف العفو الملكي للفنانة دنيا باطمة غير مقبول نظرا لعدم تحقق بعض الشروط، أي من بينها أن الشخص خاصه يكون مدوز ربع المدة وهذا الشرط غير محقق. كنتمناو الفرج القريب لفنانتنا، الله ينصرها ويقويها ويجمعها بأسرتها يا ربي، والله يصبرنا على هذا الخبر، مكتب الله كيتصرف. فاخوتي اخواتاتي، اللي كيحب وكيعشق هاد الإنسانة يخلي ليها دعوة ديال الخير. السلام عليكم، على أمان، نتلاقى بكم في فيديو جديد، تحياتي للجميع.